السلام عليكم ورحمة الله تعالى. زي ما قالوا من حوالي 50 سنة، هنا القاهرة الجماهير المصرية عن بكرة أبيها في استاد برج العرب خرجوا في موقف أعتقد تقريبا ما شفناهاش من سنوات طويلة كبيرة جدا جدا، من يوم ما ظهر لنا عبد الفتاح السيسي الرجل العظيم هو بيقول أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. فكان جماهير الكرة المصرية النهاردة خرجوا بالشكل ده وبالهتاف ده في واحدة من المشاهد لم تحدث في مصر من سنوات طويلة. بتوريك مهما عمل عبد الفتاح السيسي، مهما قال، مهما سلط الآلة الإعلامية بتاعته، شوف 10 سنوات من بص إسرائيل دي الأشكاء، 10 سنوات من ان تعاون امني اسرائيلي كده، 10 سنوات من اللقاءات ما بين السيسي وما بين نتنياهو، وما بين السيسي وما بين بنيت، ما بين السيسي وما بين رؤساء ووزراء الاحتلال الاسرائيلي، 10 سنوات من التعامل الواضح مش السري، لا ده الواضح، وعشر سنوات من اعلام السيسي نشأة الدية واحمد موسى. فاكرين لما قال لك احنا عايزين اسرائيل تعمل فيهم كذا؟ فاكرين انتوا الفيديوهات دي من 10 سنوات؟ 10 سنوات من هذه الكلمات لم تغير مثقال ذرة واحدة من تفكير وعقيدة الشعب المصري اللي قرر يرد بالشكل ده بعد 10 سنوات من أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. التحية والتقدير والمحبة لكل إيد رفعت وسقفت، لكل صوت هدف، كل التحية والمحبة والتقدير ليهم مهما عملوا. شفت أنت، احسب كده كم من المليارات صرفت في المغرب علشان التطبيع ما بين المغرب وما بين الـ إسرائيل يتم. وبالمناسبة اللي وقع اتفاقية التطبيع كان ساعتها حكومة واحد اسمه العثماني اللي هو إخوان مسلمين، بس عشان تبقى عارف العثماني ده أو العثماني حاجة زي كده، ده واحد من الاخوان المسلمين اللي كان رئيس الحكومه المغربيه ساعتها، لكن يعني لم يكن يملك من امر نفسه شيء، كان كله بامر الملك وبامر الحاكم بامر الامير المؤمنين بتاع المغرب. قال لك طبع مع اسرائيل، جنت ايه المغرب من التطبيع؟ طب الشعب المغربي بقى الاصيل، التطبيع ده فرق معاه؟ ولا الهوى. الشعب المغربي باقي على خط الحق زي بقاء محمد عبد الكريم الخطابي رحمة الله عليه، زي الشعب الجزائري باقي على الحق زي بقاء عبد القادر الجزائري، لكن شهادة لله يبقى الجزائر كحكومة ترفض التعاون مع إسرائيل، الكويت ترفض التعاون مع إسرائيل، في بعض الحكومات كده لها مواقف ولها بيانات قوية جدا الصراحة يشهد لها بذلك. التطبيع اللي عملته مصر من تقريبا أول 40 سنة، إيه اللي جنناه؟ إيه اللي عملناه؟ إيه اللي استفدنا منه؟ ولا شيء. غير من تفكير الشعب المصري، غير من رؤية الشعب المصري تجاه إسرائيل، ولا الهوى. التطبيع اللي عملته الأردن معانا، تكتيم الأردن دي معانا بسم الله ما شاء الله، أشقاء أشقاء في التطبيع وأشقاء في الفشل الاقتصادي. الأردن التطبيع اللي عملته غير شيء، اللي هو الملك اللي عمله غير شيء من تفكير ورؤية الشعب الأردني. شفنا الشعب الأردني النهاردة وامبارح خرج ازاي بيدعم الحق وواقف مع الحق. خلي الانظمه تعمل اللي تعمل. عايز اقول لك بس بمناسبه الاردن يا اخي، تخيل الانظمه العربيه وصلت لمرحله من العماله. ايوه احنا عملاء كده، احنا عملاء اخرك ايه؟ تخيل الاردن، ملك الاردن البتاعه، ملك على فكره اخواتنا وحبايبنا الاردنيين اللي عايز يعلق في التعليقات انا مش هشيل تعليق واحد منكم، ده بتاعه ميداليه بيلبسها نتنياهو زيه زي السيسي، زي محمد بن زايد وغيره، زي محمد بن سلمان اللي خرج تصريح من السعوديه يقول لك على فكره اللي بيحصل ده مش هيأثر في موضوع التطبيع. ملك الاردن فتح الاجواء بتاعته لاول طائره عسكريه امريكيه هتدخل اجواء الاردن علشان تدي العتاد العسكري لإسرائيل. متخيل انت؟ بس متخيل حجم الخيانة. وشاطر يقول لك ان المملكة الهاشمية هي التي تحمي المقدسات. مقدسات مين؟ كل احترامي وتقديري ومحبتي
للشعب الأردني فردا فرد، وعشيرة عشيرة، وقبيلة قبيلة. لكن ده الملك بتاعكم، هو اللي بيفتح الآن الأجواء الأردنية للطائرات العسكرية الأمريكية علشان تدخل. هو ده الملك عادي جدا يعني، من شبه أباه فما ظلم. كل اللي عملوه ولا فرق معاهم، حتى التطبيع اللي اتعمل في الخليج، سيبك من شوية اللجان الإلكترونية والذباب الإلكتروني الداعم لابن سلمان أو الداعم لابن زايد، هؤلاء معروفين سيبك منهم، لكن الشعب الخليجي في قطر في الكويت في البحرين، شفنا سلطنة عمان، شفت الناس نزلت ازاي، من أوائل الناس اللي نزلت الشارع كان أهالينا وحبايبنا وإخواتنا في سلطنة عمان، أهل في مسقط تحديدا كمان. هل غيروا شيء لما السلطان قابوس استضاف نتنياهو؟ هل غير شيء من عقيدة الشعب هناك ولا الهوى؟ هل اتغيرت شيء من عقيدة الشعب الإماراتي؟ زي ما قلت لك سيبك من اللجان والذباب اللي موجود، اتغيرت شيء من العقيدة بتاعتهم بعد تطبيع ابن زايد مع نتنياهو ولا الهوى؟ الشعب السعودي هل اتغير شيء من عقيدته؟ ادخل شوف تويتر، شوف قد ايه السعوديين بيدعموا الحق، شوف قد ايه السعوديين بيكتبوا عن اسرائيل ازاي، شوف قد ايه السعوديين بيردوا على التقارير الاجنبيه وعلى الاتحاد الاوروبي. سيبك من اللجان، سيبك من الذباب اللي دعم لابن سلمان على جنبه، اللي دعم لابن زايد على جنب، سيبك من كل ده. انا بكلمك عن الجماهير العربيه، بكلمك عن الشعوب العربيه. بعد سنوات طويله، بعد 40 سنه واكثر في مصر والاردن من التطبيع، قدروا يعملوا حاجه؟ غيروا شيء من عقيده الشعب؟ لا. بعد سنوات اهو، 3 4 5 سنوات على التطبيع اللي حصل في الامارات واللي حصل في البحرين، وثلاث سنوات على اللي حصل في المغرب، وسنتين ولا ثلاثه على اللي حصل في السودان، قدروا يغيروا شيء من عقيدة الشعوب؟ مش هيقدروا يغيروا شيء من عقيدة الشعوب. إذا ما حدث اليومين ثلاثة اللي فاتوا كانت رسالة واضحة للعالم كله، لأمريكا ولإسرائيل ولحتى الأنظمة العربية، اللي انتوا بتعملوه في الغرف المغلقة من تطبيع وغيره ده ولا يفرق مع الشعوب العربية. وارد يعني، انا ارجوكم لو انا يعني الذاكره مش حاضره كويس، انا تقريبا المشهد ده ما حصلش في مصر من على الاقل من 7-8 سنوات، من يوم ما جه الابن البار باسرائيل، من يوم ما جه الابن البار، من يوم ما جه الكنز لا الكنز الاستراتيجي زي ما قلنا في الفيديو اللي فات مبارك، اللي جه اعلى من الكنز الاستراتيجي، اهم من مفاعل ديمونه عبد الفتاح السيسي، اللي قال لك ما يهمني في اول كلماته امن وسلامه المواطن الاسرائيلي. ده عبد الفتاح السيسي الابن البار، بتهيألي المشاهد دي ما شفناهاش من سنوات طويلة في مصر. شفتوا مهما عملوا لن يستطيعوا تغيير التركيبة العربية للشعوب العربية، مهما عملوا من المحيط للخليج، مهما عملت الأنظمة. كن على يقين، الأنظمة شيء، الشعوب العربية والجماهير العربية شيء تاني خالص. كأن بص دي أنظمة ما بتحكمش هؤلاء الشعوب خالص، الشعوب عقيدتهم واحدة، اللاين بتاعهم واحد، الخط بتاعهم واحد، الطريق بتاعهم واحد، لا يحيدوا عن الحق أبدا، مش زي حكامهم. كل التحية والتقدير لكل القابضين على الحق في كل مكان. سلام عليكم.